سفي عبد القفار حاج حسين ورئيس قار الله يلي أي واحد نوشر نوشر حضي قابك أي دكده الشقيني سيدو نوشك تي وتشي هراء دكده إن لو سمي ماشي أي شقاله سمي سيحان لهاين يقابك أو شقين لهاين يدو سيدو كلنا وتشي عسو صور دم هذاي وتشي قال الله هذاي حفلة اللقب تي أي سيدو كل شيء تي إن أي سود تشيل استراتيجية دي أما الشحد اللي قدر سيلها دكده مقال هذا بوساسو يدو قاضنا يسمو دسنا هذا دسيدي هذا waxaan sidoo kale sheegtay in ay dekadani noqonayso midii ay ku caana maali lahaayeen dhamaan reer Puntland oo dhan iyo Soomaalida iyo geeska Afrika oo dhan waxayna noqonaysaa dekad aad u ballaran safiya wad gabadha kaliya ee isu taagtay in ay shaqeyso dekada magaalada Boosaaso ballaarinteeda waxayna u hadiyay jeer u taagnayd in ay ka shaqeyso dekada magaalada Boosaaso iyo horumarka Puntland وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول ل
Thank you.
So I'm just saying, my impression of Somalia, I was very fortunate with my colleague Dan Carl, who's over there, to be hosted by Minister Saeed and President Abdulwali in Puntland. We were fortunate enough to be hosted by President Abdulwali and Minister Saeed in Puntland. And it's a very interesting thing. I learned tonight many Somali citizens have never been to Puntland. So I have been. But in the future, I hope everyone will go. And the thing about Puntland I learned is it is a country of great, great potential. And we learn about its coastline and its fish and its resources. But the greatest resource in Puntland is its people, is everybody in here, because it's people that make the country prosperous. The richest countries are trading countries. They're countries where business is done, and all the people in here are business people. أما عقبلها أسلاك أنا أنتي ويكمل بها نروح أولي ما دام أسجل دي سوى كنت بيسي أكتب سنة بارمان كمدر على الصومالي إذا إلا إليش نورو هدري ببرك قار قول إلا رتان إلا رحك أكيم هذا إلا إبنا نوقع هذا إلا وحكا تبكي إلا كرايه وأنا وانا كور بربكا الصومالي محاكا أنت محاكا سياسات الصومالية ليش سيدة بدنا كتبتا سيدة الله سعطا لقبل أهو لهم وحطان كالصومالي كم من نبري إنا من نقوف سياسة كشفية فرصة السليم أنا يلو معك حسوستا إذا على هذين دي أهو أرتب لك بريسو أما كل دي بعد التقانين يسان لغاني جلي شبري وغيسة ما كمنا وهكملها يعني هو كملها ومهما فسرت روسي في نقول السياسة هي ذلك الله كما ولا يعلم أما ذلك هو إنه يحب الكنيسة يشغل بوضع مالي ومركز وسرع التعليم بتوه وهي كانت المركة تاسي إن ذلك هو كل ما أدوه لا مارنت محمود الله لا مانتا عين أفلاجاتو إلي وحيارة لمدة إلي لقل الصومالة المهدين حتى واحد سيدي على الله سبحانه وحصوبح واحد يعني سوشيال ميديا أول قبليني يا سنة جوز ريتوري حتى واحد يجب كايب على الله هيستا واحد يعني إنت أقوى خلاق الخطبة مثلا أنا أيا أمارك نصف بيتي وواحد يبني وحد يقبض عليه تعمل وحد يعني نفتر من يتكلم عن القوة لأنه لكن نحن نوعا إما يمد عينه وكفل عقل إما أمار تعينه أما إما هبارنا إما يمد عينه إلا لا يجب ونكسد وكنت هو ذلك الشخص اللي هو إما يوم بتاعنا إنت هل هذا الكور نجاح وعنصر رؤية برمان دولة الصومالية وكبلها لابد برمان لك الكوري وعلى أعلى سيدة هذا المدري السيد وعيد وإنه لقاها إلى إمهن تكلاها أنا وأنا صوم مختلف لقد ما قال له حمى وقدوش تكبها وحالله ريجي وشغل يدور ريجي شركة تركيا بعرما قوة فلسطين تركيا واحد قوار يسوي شغل قوار يعني منا كما هو هذا شغل قوار ده هاي يسوي شغل دي سوا هو قوار ده ليس أفضل هو يبغى يعطيك قوار أي شغل عصر أكيد كما تومك أيضا يجيبني بعلمك ما فريسي وعصوه صاري ومرشيك الكامل ورسلوش اللي متقنع واحد اللي هذا كسو صاري إن شركة بايرك عندهم إسراء بحر إلى الأمن هذا وقلتوا أفر سنوات شركة بايرك دوكا أيين جوتان من على عندكتوا بشيء ما مشاهد واحد كوميديا وواحد بعض المعنى ومتر عند الله حقا بتاعيسك يقول لتشغال المنوة مركو حالة من السؤال شئين السوفيديان
go'aamada baarlamaanku soo saaray, qaraarada baarlamaanku soo saaray, kuwaas oo kala weyday haddii horeyba waxaa lagu qaban lahaa, taasaa waxa lagu qaban lahaa. Markii butaanka soo aaday barbaradii boosasada soo aaday oo mudacayan joogaan horta iyada ku hoogno, waxaa kaloo dhacday ayrakoorka aadan cadda intarnashonal lacagta shaka turkiga oo la yidhaahday Zagori, baarlamaanku waa ka fariistay isagoo yani waxba kala socon hawlaha ay baarlamaanka ay degadaas ayrakoorkaas laga jirtay iyo shaqada qoladaas wadeen ayadana mooshinku ku keenay naraanku ka soo saaray. Waxaa la socotaa Zagori ayrakoor weydiistay ayrakoorka muraadaha ee ruuxda baraada Zagori waa samaysay ilaa iyo ilaa haadana iyadoo baarlamaanku wax qoraalka uu ku soo celiyo golaha wasiirada ayse baarlamaankii ayay dadka toogtaan ka shaqaynaysaa. Marka iyada waxaa la rabaa inay halka ay joogaan waxa khasaare iyo faa'iido waxyaalaha inay daraasad ku sameeyaan oo dalka wixii fiican oo jira ay ku dayaan. Waxaa intaa ka siyaa badan baarlamaanka madaxa Soomaaliya maalin maalmaha ka dib fariistay aafis anaga taariikh kasto gaar ahaan magaalada Boosaaso oo degana laga dhisaayo waxaan umalayaa magaca inaad kaleysaan intiqaasa saaray taas inay tahay waa umalayaa magacaasi meesha kadibi waad garanaysaa waqac taariikhiga oo la xidhiidha xidhiidhka ganacsiga iyo walaaltinimo ee weligooda lahay inta maraagtay iyo qutla. waa xiriirka ugu horreeya ee ganacsiga dhulka laga yeesho dekeda uu ka bilaabo dekeda Boosaaso sidaa meesha ku qoran waxaan maleynayaa shaqa labaad inay gashay hadgaal la yidhaahdo oon hadda dhamayn doono wintii mudda daysay oo ah gaara bixinno dadadkii hadgaal la yidhaahdo anuna meesha soo kadib inaynaa dayno annagii wixtiga dowladda haddii la yidhaahdo waa gruub kale runtii oo qofdaan maaragtay usoo korday. Waa laga yaabaa dadka qaar baa leh maaragtay dekeda kale waa dekeda annaga dekeda dekedaha kale matafsada ka socda taayada matafsada waa gelisaa dadka waxay karto inta kale ay dus cilmiga dowladda ku jiraa horumarkeeda cilmi karaada dowsas iyadaa wada xirnaa taa waxaan umalaynayaa waxyaabaa laga wada hadlay. Marka runtii dadka caqligaya oo aqoontiga waxa ka codsanaa jirka xasastada oo runta iyo aqooni cadow inay shacabka runta u sheegaan in shacabka runta loo sheego. Dowladda waa carabtooda kuwa la khaliif waxbabani ka dhaxayeen laakiin xiriirka idin ka dhaxayay sacuudiga iyo imaaraadka iyo runtii dalka masar sida uu sheegay odayga Cabdiraxmaan wax ka yaab taariikhdeedu taas waxay eegaan inay hagaajiyaan marka iyana noqon maaragtay dadkii ku ahaa inaana noqono maaragtay ridii doonaa jacaylkiina noqono ma fiicnaa maaragtay cisasadilaad inka tiqalig iyadaa noqon ahyaala kitakaabo runtu waxaa ay kala tahay dowladda Soomaaliya ka codsanaa inay dib u fiiriso sidii loo soo celin lahaa oo loo sixi lahaa ay aad iyo aad uga shaqayso xoog badan la saarto. Madaxweynaha goboleedka Puntland Cabdiweli waxaan aad iyo aad uga codsanaa inuu noqdo meeshii qofkii isku xiri lahaa dowladda Soomaaliya dhibaatada iyo dowladda Imaaraadka wax ka dhex jira sidii loo sixi lahaa iyo sidii loogu celin lahaa biyuhu meesha ay mari jireen tababarkooda ay u mari lahaayeen. Mas-uuliyaddaas Cabdiweli Cabdiweli aad baan ugu saaraynaa
وأنا تعافوا لنا وهذا الجيل الناس إذا ورق سبضان وركي ولا ورق في عين تقول بدل هنا لما قلنا وأنا رجل دورة إمارات في دورة الصومالية وكعمار السادسة شعب من الجالية الصومالية دورة إمارات كتشولانا أي النبضي يتنسون كتشولا وهي أتفاقها وحال علي إن إستيئي تنفي مارد لا تأكد استفاقها وحال عبسنا إنا عبدولي مرنوار يمسل دحال يمرن فراتي أرد تاسي أنا أقول لك أربعة توب عيال. أوكي عيال، بعدين هو هاي سلبي اللي هو هاي سلبي ماشي.
سنحن ما شيء أبو صوري سلوى يجب حرات الله يجب كدر وكبر كبودرين فوق الله وحنين ورحات نبات تتوقع أبري ورحات داشيات كدوري أنا أرى أن تهير في الكبر بذن لا تهير كذا لا تهير كذا يتوقع كذا 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 كذا
waa ay ugu horeyso ka ganacsiga xoolaha oo la socotaan xoolaha loodu waa lafdhabarta dhaqaalaheedna in xoolihii loo furo soomaalida arrintaasi waxaan rajaynayaa iyana inaanu waqti aan dheeray isbedel ka imaan doono provider ay yidhaahdeen aan la dimaado inaan standard iskool standard ay leeyihiin baan jirin dabcan rajaynayaa inaanu darayno haddii markay standardkaan in darayno waxay ballan qaadeen inay furayaan qoro insha allah sidoo kale inaan ka hadlo dadka suwaankan ku nool maslaxadahooda ha noqoto wararkaan maqlayno oo ah in dadka biisooyinkii ugu dhibay in sidoo kale dadkii qaamooyinka in dib baan oganaynaa haddii dadka halkan joogaa la yidhaahdo ciqaabo loo diido biiso loo diido dabcan mintu adiga dul noogu soo laabanaysaa dalkeena saameynaysa rajo fiican baa qabnaa insha allah in wanaagu sii socdo in dadkani dalkan ku nool sida wanaagsan u degan sida wanaagsan uga shaqaysta inaan la dhibaateyn aysan idin soo gaarin waa maslaxadayada waa maslaxadooda sidoo kale dalkan wax badan baa naga dhexeeya ka soo qaar nin saaxiibkaa wuxuu ku yidhi haddii maanta imaaraadka la yidhaahdaa bankiyada waa xidma waxawaradaha waa xidma maxaa dhaqaalaheeda gaari kara soomaaliya waxaan rabnaa marka inaan la sahlan xiriirka muhiimadda u leeyahay midda ijtimaaciga midda dhaqaalaha iyo midda nabadgelyo inta dabcan situation hadda aan galnay oo yarkaa waxaan aaminsanahay inay tahay dabay basin dabay soconaysa oo nabaas karaynaysa waxaan rabaa marka waxaan ogahay rajaynayaana in dabayshaasi ay na dhaafto na gudubto aysan dib nagu reebin wadogtihiinoo diblomaasiyadda diplomatic relationshipska xirada diblomaasiyada ka dhexeeya dalalka waxaa ku yimaadaa turuturooyin hig aan soconayna waxaan rabaa marka hikabkaasi inuu turunturadaasi ay turunturo noqoto haddaa kuftana aad ka kici karto laakiin xiriirka aan la gaarsiin meel uusan ka soo dhaaran karin ama dhibaato xuni ay ka gaarto inaan la gaarsiin baan la ka dhara waxaan ku dadaalaynaa marka aniga intayna midkaahi la door uga banaaya waxaa weeye inaan ka shaqayno in xiriirkaasi uu wanaagsanaado aan dhibaatana soo odayaasha goor ayaa ka hadlay xiriirka naga dhexeeya iyo taariikhdiisa waqtuu soo dhawaa abdiraxmaan baa ka hadlayay ambaasha abdiraxmaan annaga iyo imaaraadku runtii msigta ayaan isaga xiranna we are joining with the head ma kala maarmi kara sideedana xiriirkaasi labada dalba danba ugu jirto inuu wanaagsanaado soomaali kariya maaha ayaga laftigooda waxaan u baahanay inaan u sheegno in xiriirku wanaagsanaayadii ay maslaxadda imaaraadka ay tahay marka inta aan ka shaqay
sheegayno aan u sheegayno dadka waxa laga yaaba inay isiraahdaan cabdiladowladdii bud soomaaliyeedku federaalku laba mar ayaa sida social media laga sheegayay hadda waxaan ka shaqaynayaa waxay taageero u yihiin dowladda baahan dowladda yacni dhibaato kuma oo kama soo jeeda نبيو بودلان وقرح بضان تحي لألف عنه وصلتا وانا اي فرندوليز فرندوليز وطبان نص اوريكس ليه بسن بانت اوريكس سوء شيء اي سعيد وحنوص على مطر بضان ومراسل وحنوص على بشاري حكومة ولا وأنا أقول لك أن المشكلة في المدرسة هي 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 أن يوحد الله وكان إن شاء الله وحنوصل على كذا مهم ذلك المدير يسه صوته على اسمه من كذلك أدو مهم وياي جزء مهم بالروحيه ويقول مهم سنتها وضل عين الله عين الله خلاص ما كمل مني وضل اسمه استراتيجي أنا أنا أقول لك استدل إلى رسول من الدور النبض البطلان ومحاي تهي ولا صعطة روحة حول وصعطة برنامج كورنجر Public Management Public Finance Management Reform أما سيستدل كأيه ومرنطة لك الأقارة محاي تهي أي شيء يا مانطة Today وزير كوزارة المالية البطلان صبح حفيز في صفحية أيوه كنترول يا أوجيه شركة ستة أو سوق على الدولة البطلان ده هو كستة عادة هي شركة ستة بحاجة وبرامج كمان عشان خدمة سنيرة له Financial Management Information Systems بعد كده يصير يجيب قفل سالية ودمج شغل أو مقدار بريكة إنه سيستغل في نساء أولاد ولا هيكون مدح مدح عافية وراي بدل إنه أمام بدل أيام كبيرة اللي هي عليها عالمي بسيطة بلقي قادون كوالد بانكا وحاسف على بناني شروع جل سي اي بي كباسيس انجكشن بروغرام وأحيلا قيييو حاول سعودسينتا عيالها الدولة وضد ونعكسر وحفرتين روحة عيال قرأيه وبرنامج يقول بان بعد مغشين وإلى حد إلى بقول يشم شقارة أي هاي القرأيين أيوة أي دخل أيام عكتورة إلى طول السرق سر وقت يجيئيو عيالها الدولة قد قلت له وحاول سعودا برنامج يقول رجل سيفل سيربس الفور oo ah in shaqaalaha dawladda lagu dhiftiiso uu sameeyo isbeddel waxaan ku bilaabnay in la reform gareeyo wasaaradda dawladda structure-ka oo la yiraahdo qaab dhismeedka
وحنو نمي الوزارات وزارتنا كونتن إلا بشا خاران لكن لحلحي يطمع أجاس واحد 16 بارك الفقين بارك الفقين شغلات مريا كونتن إلا وقت ما أنتم حكيكوا غمك هي لحلحي بارك 60 بارك وحاوم بحنا هي small but efficient government lean government دولت كوبان تيالة يعني كوبان لكن تيالة شقين بس وعون الوزارة دو بنصدح لا أثر أقاسي الدول كمهاني كتب تأسين تلسترى كما هو عاسا إن سمد المسلم يدول لماذا وحالة تركوا بشغالها الدولة ماشي عم بحنجة المشاهد بحنجة تدوكم أو بشغالها كبداً وحرم هي اللي شغاله دوله معدل وتركوبية هاي بايمتريك ديتا المسميه نمبر كي شغاله معدل انه هي الشنفو الشنفو سداته لسداته شغاله وحرم المسميه وحالي لهذا سيبا سيبا الانستيتوت اما ما حكا هرمريدة شغاله وحرم دريد جديد لاي هلالي محليات شغالها كينيا تنزانيا إثيوبيا هنا إنه سمياء معلمين سمياء تبرع سمياء أنت تشكر إلا أموت النوع إنه سمياء وانت مضبط مضبط ما أنت راح أنت أفضل إن سيدات شغالها أي أن كري إثيوبيا كري أمدني وشغالها دولة دولة برانية مامك مارينتا حساباتك عن شهرها مركز صلى الله عليه وسلم سأيما شغالة كوشي فوقان الستوكي هذا واحد وسكريني جامعة في السيو لا هذا روحها بتبليل وولي إحنا شغالة وودي بليس وغوطة وقريه أنا جاي لما كان شتيت كلية كورونا هي لطب اسمها هي هنا هي لطب لطب من فول فلاتشي لما شخصي سوء أو بلارا إن شاء الله جاي إن شاء الله وحضور إذن شريعة معنها إن وزارة وبدنا قطر لأي هي أكس وبدنا قطر لأي دول دولة دول دولة هاي إن إذا جاي هي قوية أي مين لدول Data kana wa tuan kita wa musuh rezim. Bisa match, bisa edit. Lagi lelah tengkir, rasa lagi lelah tengkir. Wahaku kawan mai, wahala ini adalah public administration forum. Ama saya balik ke tayar dan mampu di alam budlam. Ayah guru forum. أولاً رحمة أيوه دبو حبيت عليها الدولة دبو حبيت الشغالها دبو حبيت المالية هذا أنه كهل ديني أشريطة يسكن بريك الدقاها دولة اللوغي لهذا إيوه لطن قبرنا المانجر أمسي مامل كدولة موسى وحسب حي كبورة دي لكل شيء صببتها دولة نمادو it's all about institutions دولة نمادو كما صحبت حيثك دولة دولة والباب حرمار كانوا وحكو حريها من أن تدولة إلى عدادة differences institutional differences وعلى إلهان عمسة ودولة سوداء أكل دولية هيا دولة هيا حرمار كانوا أكل دولية دورته وتشيجه وحقوه أكتاعي وحقوه أكامل ساعي دورته والبابا حيث أن كان دورته سنوب يعني أما نسوش نسكو دلوع عينيين يقعد دور شقية فرقع فرقع حارمنا دورته بقوة أكسن لا تشاق هذه الكرتة الدور كما عندك شلا يعني غير ما عندك شلا لا تشاق هذه الكرتة لا سعكرت أيام الله. شو ذكره؟
خير يقول بعد رجليا هذه أضرب نفسي في سرية.